شيخ. خلينا نروح لحمدي ابو راكان. انت ما شاء الله خضت صفحات التواصل الاجتماعي، ولكل انسان اكيد بدايات. ابغى اسالك عن اول مقطع قيمي مفيد اشتهر ومن خلاله انتشر واشتهر كذلك حمدي، ايش هو تتذكره؟ انا اتذكر البدايات كامله. بدينا تقريبا ب 12 مشهد ايام ايام ما كان الانستغرام التحديث الاول اللي هو 15 ثانيه. فجمعنا كذا 12 مشهد ونشاور الشباب في الجروب، فقررنا انه ينطلق الحساب. كل المشاهد هذه كانت يعني ما هي ذاك الشو الاعلامي، الين جاء مشهدين، واحد كوميدي واحد توعوي. التوعوي هذا وصل الى افاق ما كنت احلم فيها ابد، اللي هو مشهد بر الوالدين. يا سلام. مشهد مدة 15 ثانيه كان فيه شايب ولده ايوه طالعين من المسجد. حلو. الشايب الله يسلمكم، الولد الله يسلمكم مد الجزمات لابوه. بنفس الوقت الطفل سوى نفس الطريقه لابوه. انتهت الرساله في 15 ثانيه انه اعمل يعمل لك. صحيح. فلما شفنا وكيف وصل وجتني اتصالات من شخصيات ما كنت احلم اني اشوفها على هالمشهد، وردود فعل كثيره في تويتر في الانستغرام، حتى في الفيسبوك، الفيسبوك لوحده 30 مليون مشاهد. لا اله الا الله. فرقم رقم مهول جدا. فقاعدين نفكر انه لو كان في موسيقى، لو كان في معصيه، 30 مليون يعني لو بسدد لنا متسرع عافيه يمكن ما بيض الله وجهك. لكن هذا المشهد، وجاء مشهد كوميدي اللي هو الجرس. يمكن اغلب الشباب مر عليهم المشهد اللي هو طفل يتعبث وجاه ذا يساعده. فيوم ساعده قال كفو والله حط رجلك اثري يمشي على الحاره وكل بيت. فالمشهدين هذول هنا اللي يمكن اعتبر هنا النقله ايام ال 15 ثانيه. ما شاء الله. اي بعدها عاد توسعت الافاق وصار بعد الدقيقه صار في تصوير واخراج على مستوى عالي. وصار الحمد لله كل تقريبا 5-6 مشاهد كوميديه لازم نطعم واحد توعوي. ما شاء الله. يعني تجامعها الثنتين، شيء توعوي وكذلك فكاهي. ضروري عشان توصل للفئتين. حلو. لانك انت لو تخطى التوعوي بتستهدف فئه معينه بس. صحيح. لكن ولو تخطى الكوميدي الحالة بتستهدف فئه معينه، لكن الخلط بينهم خصوصا بعض الشخصيات، وهذه انا اقولها للشباب، انت لما تكون شخصيه معتدله يعني لا انت اللي معها، فالمجال مفتوح واسع قدامك. صحيح. يعني زي المشايخ وطلاب العلم ما يمكن انه يوصل رساله بطريقه كوميديه. صحيح. وايضا الشيخ راشد ما له اجر عن الشيء الكوميدي اللي يقدمه، سرور يدخله على قلب مسلم. هو لا شك يعني حتى الان من الاشياء الكوميديه التي يقدمها استطيع انه يوصل رساله من خلالها. صح. يعني ليس شرطا ان الرساله التي توصل للناس انها تكون محاضره او خطبه او ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام في حياته تجد انه يضحك ويمازح اصحابه، ياتي خلف احد الصحابه فيقول من يشتري هذا العبد؟ فيلتفت فيجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجدني كاسدا يا رسول الله، لا أحد يشتريني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح هذا. كان عليه الصلاة والسلام أيضا يقدم العلم أو الفائدة للناس بضرب الأمثلة، بالرسم على الأرض، يعني فكانت نماذج متعددة، ليس شرطا يعني رسالة واحدة. أيضا قضية إدخال السرور على الناس، أنا أعتقد أن هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإدخال السرور على المسلم لا شك أنه صدقة، والابتسامة كذلك في وجه أخيك صدقة.